بالتأكيد في وقت سابق قد أكدنا خلال الأسبوعين الماضيين بأن تم الإحالة الحقيقية لمشروع البنى التحتية المرحلة الأولى لمجار الزبير إلى إحدى الشركات المهمة في محافظة البصرة شركة النرجس، وهذه ومن ثم تم توجيه تشكيل دائرة المهندس المقيم إلى كافة الدوائر ذات العلاقة الخدمية. كما تعلمون هذا المشروع يحتوي على العديد من الخدمات، فبالتالي سوف تكون لكل دائرة من هذه الدوائر الخدمية ممثل بدائرة المهندس المقيم. بنفس الوقت أن الشركة قد باشرت فعليا خلال يومين الماضيين بالمسح الميداني في 3 مناطق من أصل 5 مناطق ضمن المجموعة الأولى، حيث تم توزيع المناطق المشمولة بالمشروع إلى 3 مجاميع سيتم فيها عمليات المسح الميداني تباعا. بالتأكيد سوف يتم تحديد بالإضافة إلى أعمال المسح الميداني سوف يتم تحديد مستوى ارتفاع المنازل في المناطق المشمولة بأعمال المشروع. هذه كلها أعمال مهمة جدا، قراءات أولية مهمة لمستوى ارتفاع المنازل وكذلك الليبلات الخاصة بالشوارع والطرقات وأهميتها، وبنفس الوقت حسب المخطط له وحسب ما موجود في تندر المشروع، بالإضافة إلى حسب المخططات المعتمدة رسميا من دائرة بلدية الزبير.